السلام عليكم البنات، معكم فيدا. نتمنى كامل تكونوا بخير. وي هذه المره بدلت شويه، خرجت شويه من حلقات المكياج والتجميل، ما بعدتش بزاف. اليوم راح نحكي لكم على الالماس. سبتها المره اللي فات حكيت مع واحده طفله من الجزائر، ما شاء الله حكينا على الالماس والمجوهرات والماركات، وحكينا مطولا طولنا وحنا نحكو على هاد الامور. قالت لي فيدا علاه ما ديريناش هاد المواضيع في اليوتيوب، فقررت اليوم نحكي على موضوع الالماس ونشوف ردة فعلكم. اذا كانت ايجابيه نعودو نحكو على الموضوع، اذا ما عجبتكمش عادي. لكن انا على بالي باللي الناس كامل ماشي كيف كيف، ماشي كامل الناس كيف كيف، يعني كاين بنات تخمم بطريقه هذه وكاين بنات تخمم لا. كاين بنات يحبوا يشوفوا مثلا واحدة اللي تبعوها في المكياج يحبوا يشوفوها ديريكتومون مكياج، تكون تخرج لهم غير شويه من ولا من خلاص تشغل خانتهم. وكاين لا يحبوا يستفادوا منها كانسان يفيد، وانا هذا الهدف من حياتي كامل، ماشي غير في المواقع التواصل الاجتماعي. نحب نفيد الناس سواء في اليوتيوب او في الخاص او في حياتي، نحاول قد ما نقدر نفيد الناس. وسببها كاين آية مرة صادفتني، مانيش حافظة تأكيد سمحوا لي عليها، وهي معنى الآية يقول لك هذاك اللي يعرف، الإنسان اللي يعرف بزاف معلومات او علم، اكيد انا ما عنديش علم خارق، لكن جوست المعلومات اللي راه عندي. وكاين اكيد بنات بزاف او فئه من البنات ما يعرفوش هذه المعلومات اللي نعرفها. يقول لك هذاك الانسان اللي يعرف معلومات وما يفيدش بها كمثل الحمار الذي يحمل اثقالا بلا ما ينفع. اني اسمحوا لي انا هكذا فهمت الايه ومانيش حافظتها. هكذاك من هذاك النهار قررت باللي الواحد نو، ماشي هذه الطريقه المليحه، ماشي هذه الطريقه اللي لازم يتخذها. لازم كل ما الواحد يتعلم حاجه يعلمها، ماهوش ربي ماهوش عارف ربي وكتي دي امانته. لازم الواحد يفيد كما هو فادوه الناس الاخرين، هو يفيد. فوالا، قبل ما يروح لازم على الاقل يحاول يمد باش ما يروحش غير هازم هكذاك، ما نفعش بهم غيره. الالماس ندخلوا فيه، سمحوا لي طولت عليكم. الالماس هو من اندر واغلى المعادن في العالم، اوكي، عليها يعني مشهور بال يعني غلاء السعر نتاعو. سعره مش كيما سعر الذهب، اغلى من سعر الذهب، اغلى 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 بزاف. يعني الناس اللي تتعامل بالالماس، ويعني مش ناس كامل تتعامل بالالماس. كاين فئه من الناس في العالم هذا، ونظل نظن تعرفوهم، كاين فئه يعني يقولوا رانا احنا شرينا طقم الماس وشرينا خاتم الماس وكذا. اكيد كاين، لكن مش بهذاك العدد ومش بهذيك الدرجه. اكيد كاين نصهم او اغلبيتهم يزوخوا ويكذبوا، ماشي صح. الالماس من اغلى كما قلت لكم الاحجار الكريمه، هو حجر كريم. يعني يشروه المستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في الألماس. المتخصصين هما اللي يعرفوا له، يعني كاين فئة متخصصة تعرف الألماس. حاجة واحدة أخرى حابة نقولها لكم، تحدد قيمة الألماس أكيد بحجم الحجرة اللي لقاوها. تحدد قيمته باللون، لانه اللون يختلف، وهو كيما قلت لكم حجره نادره، وكل ما كانت نادره كل ما كان سعرها اغلى واغلى اغلى اغلى، يعني متخيلوش كيفاش غالي. يعني اسعار خياليه، يعني هذوما نادرين، لكن فيه نوع مش نادر. وثاني يحدد، فكرتوني، يحدد على وش اسمها، يحدد على
يعني درجة النقاء نتاعو، درجة النقاء تاعو، يعني كل ما كان نقي كل ما كان أغلى، وكل ما كان يعني مش نقي بزاف كل ما كان قيمته أرخص. حاجة واحدة أخرى، أنه البنات اللي يقولوا أنت لا كي تحكي لنا على الألماس وإحنا ما ناش يعني ما نقدروش نشروه، أول شيء ما تقدريش تحكمي على روحك من الغدو واش راح يصير. تفائلوا خيرا تجدوه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ماشي أنا. ثاني حاجة، عيب امرأة أو طفلة ما تعرفش وش معناها ألماس، كاين بزاف ما يعرفوش وش معناها ألماس، كيفاه معلومات تعرف ألماس حاجة مليحة وما هيش فاهمة مش فاهمة بالضبط وشنو هو بالضبط وش هو سعره. اللي في المحلات اللي نشوفوه كامل تقريبا معظم الأحجار هذيك اللي بيعوها لنا يعني مش ألماس، هذاك نسيت اسمها سيليكون أو المهم مادة رخيصة جدا، مادة رخيصة جدا ماهوش ألماس. هذيك الحجرات اللي يديروها اللي يديروها لنا مثلا هنا، هذا حجر ألماس على حسب ما راهم حاطينه. وشكون اللي يعرف باللي هذا حجر كيفاش تعرفي باللي هذا خاتم ألماس او لا؟ اكيد لازم يعني كيفاش لازم يشوفوه كيفاش يقولوا، يجي مختص والمختص عنده ادوات خاصه وامور خاصه باش يعرف هذه الماس صح ولا لا، مش من العين برك، يعني ما تقدريش تشوفيه بعينك تعرفي تقولي هذا الماس او لا، ما عدا واحد يكون خبير بالمجال ومالف بالالماس ومالف به ويعود عنده سنوات خبره باش يعرف من عينه فقط، يعني عينه برك تعرف بدون ادوات وبدون امور تعرف باللي هذا خاتم الماس او لا، لدرجه انه موالف يشوف. حاجه واحده اخرى، ولا قلت لكم احجار نادره باش يصيبوها، اكيد ما يصيبوهاش على سطح الارض هكذا، يا ماهوش عشب ولا تفاح، اكيد لازم ينقبوا عليها تحت الارض اميال واميال واميال باش يصيبوا حجره او يصيبوا شويه او هكذا. تتطلب وقت كبير وتتطلب عمليه تنقيب اموال والات، لهذا السعر نتاعو غالي. الفائده نتاعو يعني فائده حسيه، اكيد هو غالي تقدري تستثمري فيه، معناها تشري حجره نادرة الشكل، نادرة اللون، يعني نادرة ولازم تكوني مختصة في المجال، سينو يحشوها لكم، معناها سينو ما تخسري معهم، لأن كاين تجار في هذا المجال مافيا، معناها يعرفوا كيفاش يقولوا لك هذا راه هو المخير كامل، وهك سعره يبدأ من بالتقريب اكيد من 200 مليون حتى 400 مليون دراهم، 400 مليون سنتيم، معناها من يعني 20 20000 دولار، معناها 20000 دولار. فوالا، زيدوا حاجه واحده اخرى حابه نفيدكم بها، قلت لكم كاين مع سنوات، يعني تشري هذا العام كاين احجار تشريها هذا العام، بعد 3 سنين 10 سنين سعرها يتضاعف 3-4 مرات، وكاين اللي سعرها يطيح 60% 40% 10% يطيح لك سعرها، معناها شريتيها يعني 20000 دولار تولي تهبط حتى 15000، لانه يحسبوا لك يعني ينقصوا لك قيمه التصنيع، قيمة التصنيع هي عالية تاع الحجرة. إذا شريتي حجرة نادرة وحجرة مليحة وعرفتي كيفاش تشري راح تربحي، مثلا شريتيها 200 مليون راح تبيعيها بعد 5 سنين 10 سنين على حساب، تبيعيها ب 600 مليون ولا أو أكثر.
ربي فوالا يرزقنا ويرزقكم. ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. ثقافة دائما مفيدة للإنسان، والتفاؤل مليح في حياتنا. إذا كنتوا مهتمين وعجبكم المجال هذا أو المواضيع هذو، سأكون جد سعيدة بمشاركة معلوماتي معكم هنا في اليوتيوب. وإذا شفت بلي ما كانش يعني بالعكس تعليقات تكون إيجابية سلبية وناس محبطة، فأنا ما يعني ما يشرفنيش نحكي في هذا الموضوع مع عباد أصلاً مش شايفة الخير، يعني ما همش حابين ما واحد معنى يكون ما عنده لا في الجيب لا في العقل، لا هاك لا هاك. أنا هذا الناس ما نحبهمش. فوالا، حتى ربي إذا ما مدلكش في ما مدلكش رزق مادي، على الأقل يكون عندك رزق معنوي، تعودي تعرفي معلومات، تعلمي الناس اللي حولك أو هاك. لكن لما يكون ما عندكش في زوج كارثة. ولا نتمنى نكون ما كنتش قاسية معكم في المصطلحات. نتمنى نكون فدتكم في الفيديو. نتلاقاو في فيديو آخر مفيد بإذن الله.